ضيفتنا هلا مشاهدينا هي مطربة لبنانية وصاحبة أحد أجمل الأصوات الطربية. والدها الفنان عبد الكريم الشاعر خليها تتشرب من عمر كتير صغير حب للفن والموسيقى والغناء، وإذا بننظر لمسيرتها الفنية بنشوف أنه شاركت بعدد من المسرحيات الغنائية، برامج تلفزيونية وثائقية عن الموسيقى الشرقية، وقفت على أبرز المسارح بالعالم ومؤخرا بأكسون بروفانس على أحد أبرز وأعرق المسارح تتقدم الدور البطولة بالأوبرا دليلة كليلة ودمنا. أنا بعذرك. كليلة ودمنا بدها شوية تمارين. أوبرا عمل أدبي كلاسيكي تحول لعمل أوبرالي ضخم، عمل مشترك بين الشرق وأوروبا. هذه من مميزات هالعمل بدنا نحكي عنه اكثر. اولا اهلا وسهلا فيك رنين الشعر، شرفتينا اشتقنا لك. كنا عم نحكي تحت الهواء قد ايه صار لنا ما التقينا، وحلياني من اخر مره التقينا لهلا، مش رح نحكي عن الاسباب. ان شاء الله بتضل مثل ما هي حبيبتي، كل الذوق. اهلا وسهلا فيك، مبروك هالعمل. بس بجاوب بالفرنسي ولا بالعربي؟ لا اذا هلا بعرف قضيتي فتره طويله بفرنسا، بتعرفي اللبناني بيجي لسانه ملوق عاده، انه غغغ وكل وقت وهيك. اذا هيك بدنا نحكي بكل اللغات لانه هالاوبرا رح تبرم العالم كله. 100% بنعرف تغني بلغات كثيره، ولكن هو ايه يعني شوي شوي علينا جزء نحن. من الثقافه، جزء من الموسيقى العاده، اللي بيحب الموسيقى وعنده شغف ان كان موسيقي او رسام بيطلع على كل أنماط الموسيقى أو أنماط الرسم أو الشعر. هلا أنماط وأنواع أو الموسيقى شيء، ولكن هالقد لغات بتختلف عن بعضها رنين شيء ثاني. بس تعطيهم فكرة، أكيد العربي، الإنجليزي، الفرنسي، التركي، بلغاري، فارسي، إيطالي، إسباني. هيدا شغف أو هيدا تحدي للذات؟ هو حشريه بيني وبينك بالاول. انه ايه هيدي الحشريه، اللي انه اكيد الموسيقى ما بتوقف بحدود معين، اكيد في حضارات ثانيه، اكيد في شعوب ثانيه عندها بتترجم اللي بداخلها بطريقه مختلفه، بموسيقى مختلفه. حبيتي تختبري كل هالشيء؟ هلا هو منه شيء سهل. بس الثقافه الموسيقيه هي كثير مهمه، حتى بتاثر على الغنى العربي. يعني غنى الشرقي بيتطور حتى مع الوقت اذا انت مخزونك هالقد منوع. طبعا اكيد. بتحسي يعني بالاغنيه لما بتاديها بلغه غير عربيه؟ النغمه بتاثر اكيد، النغمه كثير بتساعد الاداء، حتى اذا بتعرفي ترجمه الكلام. بهمك تعرفي معنى الكلمات؟ لازم لتقدري تحسي فيهم. 100% هذا الشيء اكيد. بالاضافه للغات العديده اللي بتغني فيها، كمان حكينا عن انماط الموسيقى اللي بتقدميها على انواعها، ومؤخرا وورلد ميوزك، يعني مزيج من موسيقى العالم. شو يعني هالشيء؟ هو صراحة أنا يعني مشان مبالغ ما أكون أني عم أعمل مبالغة بالوصف، بس صراحة هذا البروجي اللي شاركت فيه مؤخرا بفرنسا، ما هو تاني أهم مهرجان للموسيقى الأوبرالية، يعني آغ ليريك. أكسون بروفانس هو من المهرجانات اللي بتعمل إنتاجات، مهرجان دولي لفن طبعاً الأوبرا خاص طبعاً. يعني بفن الأوبرا بيستقطبوه ناس، أنا شفت ناس من كل الجنسيات بتجي وبتحضر كل البرودكشنز اللي بتعملها بيعملها هذا المهرجان. شيء الحظ أنه أنا يعني كان اختيارهم أني ألعب دور رئيسي. بس بجانبه أنه مش بس أعمل ناراسيون، مش أني بس أقول القصة، غني بالفرنسي وبالعربي بلحن شرقي. يعني كان التجربه بالنسبه للجمهور الفرنسي، هون بنرجع للمخزون اللي حكيتي عنه واهميته، لانه ما بتعرفي كيف ومن وين بتجي الفرصه. 100% وبنفس الوقت كان تحدي، يعني انا ما في شيء بلاقيه هين، يعني انا بالنسبه لي دائما كل اللي بينتبه لي انه ليه حملاني هم، ليه حملاني هم. تأدي كلام بالفرنسي بلحن شرقي، كما انك تكوني الحكواتي اللي عم تحكي القصه اللي هي عم تحكي عن خيا وعن اللي صار مع الملك والشاعر اللي قتلوه بسبب طمع خيا. اللي عم تحاول تردعه كل الوقت. فبدك تفوتي فلاش باك كل الوقت. انا يعني عم عيش انفصام، قلت لهم كل وقت، كنت اقول لهم كمان هي مسؤوليه رنين، لانه هي يعني قصه ادبيه كلاسيكيه طبعا من سنسكريتي. هي بالاصل هي قصه سنسكريتيه. عم تقدميها لجمهور اوروبي اجنبي. 100% ولافونتان كمان هو استوحى من كليله ودمنا. يعني هيدي القصه تناولوها كثير ادباء وشعراء بالعالم. بس كان الدفيع اللي هو التحدي الكبير هو مين كليله؟
هي كليلة بالقصة الأساسية هي ثعلب. نعم. ثعلبة. ولكن أنا وقت بدي يكون شخص وبني آدم عم تحكي القصة مع خية توأم دمنا، هي هل ترى إلى أي عصر تنتمي؟ هذا كان السؤال اللي كنا حتى أنا أقدر فوت بهذه الشخصية كان لازم أعرف هي بتنتمي لل 2016 لل 2040 لل 1500، لأنه هي بتطبق هذه القصة بكل الأزمنة 100%. قصة العدل والحق والظلم، قصة الحاكم الطاغي، يعني القصة ما بتموت لأنه موجودة باستمرار. فكان التحدي مع المخرج ومع الكاتب أنه ميني كليلة بتشبهني لألي أنا كرنين اللي بتنزل وقت اللي بيكون في مظاهرات وبتنابد بالحق، أو هي الخجولة اللي هي بتحكي القصة بس بخجل. فهون كانت القصة، كانت تدريبات مش بس حفظ النص، كان كيف النص يتطبق على هيدي الشخصية اللي هي من وين جاي، من أي مكان ومن أي زمان. هلا اكيد بنشوف مقاطع صغيره، بنشوف مقاطع بس. نعم. بدي ابقى شوي بالتحضيرات وبالكواليس. تعاونتي مع فريق عمل اجنبي. نعم. مخرج والمشاركين كلهم. يعني هل قد كان صعب ترجمه هالحدث وهالشخصيات؟ نعم. هي قصه ادبيه كلاسيكيه. صح. شو اللي بيميزها بنسختها الاوبيراليه؟ يعني هي صراحه هي في اوبيراتات بالعربي انعملت من زمان كثير، بس ندرة انتاجها هو اللي كان سبب انه كانت تعتبر ظاهره بهذا الوقت. وبعدين هي اول انتاج فرانكو اراب، يعني نعم. اول انتاج لاوبرا شرقيه اوروبيه 100%. يعني بالفعل نادر. انا بشكرهم كثير صراحه على هيدي المبادره، على الثقه. هيدي الثقه يعني قلت، ما انه تلاقي مثلا بالعالم العربي في ناس بيهتموا بهذا الموضوع، وكان الجمهور اللي عم بيحضر كان حتى رغم الاتاك اللي صار بنيس. صح. نحن قلنا سبقتيني كف عفريت، ما بقى في حاضرين، كان في هجوم، ولكن على ولكن العكس صار. كانت فورة الملل، 8 عروضات كانوا، ما بخبرك انا عم بتطلع بالناس لانه انا بدي عم بحكي القصه، بدي يكون عم وجه الحديث للكل. عن جد البلكونات كلياتها مفوله والعالم كله يعني كانه واحد عم يشوف شو عم بيصير تحت. كان هالقد في شغف، كان في حب للغه العربي. العالم وقت يطلبوا منا اوتوغرافات، بتعرفي انت في اتيك في ريتوال، في طقوس بالاوبرا. باي لغه بتمضي؟ بالعربي. هن يطلبوا مني حتى بليز اكتبي لنا بالخط العربي. حلو. هالقد كانت بالنسبه لهم لغه فيها شعر وفيها موسيقى، وهي بالنسبه لهم تعتبر اكزوتيك. صح. يعني منا مالوف بالنسبه لهم. فكان فعلا عمل كثير كان ناجح الحمد لله. رنين تحمسنا كثير نحن والمشاهدين. خلينا نشوف هالمشهد من اوبرا كليلة ودمنا. شكرا. لو تقتلي الشاعر بتعيش بعد لو تحرق الكرم بينبت زهري عب البري، لو تسرق عيون الحكي عيون الحكي تبقى الأغاني كل Ce chant, tout le monde le connaît. Ce chant a une histoire, mais pour vous la raconter, je dois commencer par celle de mon frère. Dimna, l'arrogant papillon qui s'est pris pour un aigle. حلو كثير. رنين قدمتوا هالعروض الاولى على مسرح جو دو بوم العريق باكس اون بروفانس، وراح تكملوا بجوله فرنسيه على عدد من دور الاوبرا. صح. وين؟ خبرينا. في عندنا اوبرا ليل ديجون، عندنا فيلارموني دو باري، وفي عندنا كمان ليمان، وفي عندنا كمان اثنين دور اوبرا ناسي صراحه عناوينهم. بس هو كان قبل ما نبلش العروضات
كان في اوريدي دور اوبرا مهتمين بالبروجي من دون ما يشوفوا. بعد ما انعرض ولكن ما كان في تاكيد بعد ما انعرضت صار في دور اوبرا ثانيه حابه تاخذ حتى من غير يعني دور اوروبيه اكثر من ما توقعت. طبعا كل اللي بيبقوا الديركتريس والديركتورات اللي بيبقوا موجودين مدراء الشركات الاوبرا بالعالم بيجوا بيحضروا كل الانتاج بيعملوه المهرجانات الدوليه للاوبرا. فبيلاقوا الانتاج او المسرح او العمل اللي بيعجبهم كثير بيطلبوا انه ياخذوه بيحضروا بعد سنتين وثلاثه واربعه. يعني هيدا مستمر لعده سنين مش بس بدور الاوبرا الفرنسيه، كمان خارج فرنسا، دول عربيه مزبوط. امريكيه. خبرينا صح. وين رايحين بهالعمل؟ المفروض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحن كان المفروض هالسنه نكون ببعلبك، بس شاءت الظروف انه يمكن تتاجل للسنه الجايه ببعلبك. او هالعمل يجي على بعلبك مفروض كان مفروض بباخوس. نعم امبارح كنت انا مع مدام نايلة وانا بدي اشكرها كثير صراحه على الاهتمام، وعم يعملوا شغل عن جد انا كثير بهنيهم عليه، لانه فعلا بتعرفي بالظروف بتلاقي هالمهرجانات بترجع بتعيد بتحدوا الظروف مش معقول وبتقرب الناس من بعضها، لانه بعد في مجتمعات بلبنان رغم صغره طرابلسي بخاف يروح على بعلبك وبعلبك بخاف يروح على طرابلس والعكس كمان. ولكن صحيح ولكن الفن الموسيقى دائما عم بيلغي كل الاختلافات والخلافات. ما في اختلاف بين البشر انا برايي كلنا واحد. في حيكون عنا ببعلبك باذن الله، وفي عنا بالمغرب بكازابلانكا، في عنا بتونس، في عنا الجزائر هيدا جديد كمان هلا انحكى حتى رايحين على المكسيك. حروح على المكسيك مجنونه يعني باختصار رح تقضي عام 2017 على الطياره ان شاء الله كيفك انت بالسفر؟ انا بعشق السفر. انا قولي لي شفتي احساس هيدا الطياره هي عم تطلع؟ هيدا التيم بالنسبه لي، هيدا من احلى احساس بالعالم. بحب كثير السفر، بحب التنقل، بحب الاكتشاف لاني حشريه. يعني انا وقت كنت بفرنسا بهالشهرين مدير المهرجان استاذ برنار بدي اوجه له تحيه كمان، قال لي انا مش داعيكي بس تهنيكي على الدور، داعيكي بس اقول لك وين لقيتي وقت عارفين انه عم ضلك تسافري وتروحي وتجي. صحيح عندي كثير شغف اني اسافر، بحب السفر، بحب يعني اكتشف. هالعمل اجى بوقته وظروفه كثير بتناسبك. ولقيت خلينا وقت لكل شيء. خلينا نرجع نشوف كمان نشد من اوبرا كليله ودمنا. Te voir, mon frère, derrière tes barreaux. Je pensais que le regret avait lavé ton âme, mais non, non. Tu te tenais là, fier comme le chacal que tu es. Tu n'es plus un homme, mon frère, car l'homme, quand il se place au-dessus de ses semblables, n'est plus un homme, n'est plus un frère. Le feu qui te poussait à ronger tout entier. Et je suis Oh.
روعة رنين. بتعرفي هذا المشهد كل مرة الديركتور اوليفي يقول لي رنين نو بلوغ با، ما تبكي ما تبكي هالقد بتتأثري ممنوع تبكي. ايه انه رايحة اشوف خيي بالحبس وعم اقول له انت تركتني يتيمة، انا كل شيء قلت لك ما تكون سبب بقتل شاعر الشعب اللي عم بيحاول يحقق العدالة والحرية. أداء رائع، موسيقى روعة. نفضة للديني اللي عم بقول لك تحت الهواء، لأنه مقامات شرقية بلغة فرنسية. 100%. فريق موسيقي أجنبي، في من تونس، من المغرب، في من تركيا، في من لبنان. واكيد بدي حيي منعم، لانه كان صعب انك تعرفي الملحن اللفظ الفرنسي صعب تحريكه، بيقولوا الارتيكولاسيون، حركه الحرف للعرب الشرقي صعبه، في كلمات كان شوي في تقل لتقولهم، عرفتي؟ بس يعني كمان نحن بنحيي. رنين، شو بتعني لك هالجوله العالميه؟ يعني شو قيمتها بالنسبه لك ولوين بتتامل انها توصلك؟ يعني أنا دايماً ما في إنسان طموح ما عنده أحلام كبيرة، وأنا بشتغل كتير، أنا حدا كتير يعني بدلوا راسه ما بنام، أنا حدا ما بنام بالنهار يمكن 3-4 ساعات، لو نمت 6 الصبح في 9 أو 10، فدايماً راسي مشغول كل الوقت. برنامجنا عطول راسي مشغول، عطول راسي شوفي بعدين، لأنه بتعرف أنت مجال الفن كمان خصوصا هذا النوع من الموسيقى او هذا النوع من الشغل، بدك دائما تخلقي الاشياء. صحيح. ما في شيء ثابت، واذا في نوع معين، في كاليتي معينه، فدائما انت بدك انت تفبركيها وتسوقيها. يعني اكيد احلامي كبيره، وان شاء الله يعني اللي بيجي ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون بيستاهلوا. نتامل هالشيء. رنين، بدي ارجع للبنان، وقفتي مؤخرا على احد اعرق المسارح كمان بلبنان، خشبه مسرح بيت الدين، وشاركتي مع عدد من الفنانين بامسيه مقدمه كتحيه للفنان الكبير زكي نصيف، عاشقه الوردي. مزبوط. شو اجمل لحظه كانت بهالسهره؟ كله كان حلو بكل التفاصيل، كانت ليله ساحره. انا صراحه يعني الكل كان في طاقة إيجابية بشكل عن جد. أنا بقول كل فنان يعني لما بيكون جسده غاب عن هذا عن هالدنيا، روحه بتضلها موجودة بتطوف بمحل. يعني هذا الحدث كان بيشبه زكي بفرحه بشعريته. عن جد عن جد. نحن هلا بعدين وقت بدنا نجيب سيرة البرنامج، أنا بين ما كنا نعمل حلقة عن شخصية معينة، قال له مش معقول كيف كانت الحلقة بتشبه هيدي الشخصية اللي كنا عم نحكي عنها. في شيء، في طاقة بتدلها، لو حتى ترك هالكون هالكوكب طاقته بتدلها موجودة بمحل. فكان الحفل لأنه هالقد كان في ناس بتقدره وبتحبه. زكي يعني أنا بعتقده كان، أنا بالنسبة لي كان مشاركتي كانت إنسانية أكثر ما أنه هي فنية. هو صديق للوالد، يعني كان في علاقة صداقة طويلة مع الوالد. كان بيجي الفن كمان. شو بتتذكري من هالعلاقة أنت صغيرة؟ أنا صراحة مش شايف، لما أقول أني شايفته كتير، شفته يمكن مرتين. بس بتحسي بدك تعبطي وتبوسي. يعني شو بيخبرك الوالد عنه هالقد؟ بتحسي بوشه فيه. الوالد كمان كثير تاثر فيه 100% فنيا، غير يعني اكيد شخصيا. اكيد يعني الغنى، طريقه، لانه اللي عاش بالضيع وعاش بالجبل وعاش لبنان الطبيعه، يعني الشجر والارض والتراب وعرفتي والحجر وهيك، فاكيد بتاثر بوديع، بتاثر بفيروز، بتاثر بصباح وبزكي وبفيلمو وهبه، اللي هن كمان كانوا معلقين بارضهم وبحياتهم وبضيعتهم. انا بالنسبه لي كان مشاركتي بالحدث هيدا كان بمس بطفولتي بعد كتير. يعني انا كان بالنسبه لي انا وصغيره الكلاسيكيات انه هي ام كلثوم، عبد الوهاب، وفيروز، بس انا كنت انا وصغيره بالنسبه لي زكي نصيف كان اكتشاف. حلو. وكنا بالمدرسه انه لما نعمل اي حفله بدي غني انا لزكي نصيف. يا عمي طب في خلينا نشوفك عم بتغني لزكي نصيف على خشبه مسرح بيت الدين، ولكن من فيديو التقطوه بموبايل. صح. بس هيدي كانت صح. بنشوف سوا.
رائعة بهالسهرة. أهواك بلا أملي. يعني رغم عدم الأمل بعدها بتحبه. بديك تغني لنا قبل ما تفلي معنا بعد ثلاث أربع دقايق، بدي أسألك كم سؤال وبديك تغني. حاضر. بسأل السؤال وبتغني. تكرم عيونك. يلا غني لنا شيء على السريع تسألك سؤال أخير. إي يا ريت. شو بتحبي تسمعي رولا؟ فيك تكملي لنا اللي بال أو اللي كنت عم تغني لنا إياها قبل شوي. روعة. أهواك ولي قلب بغرامك ينسكب، تضنيه فيقترب، تقصيه فيغترب، في الظلمة يكتئب الصوت. تسلم يا حبيبتي. روعة. حبيبتي. رنين السنة الماضية قدمتي إلى جانب الوالد الفنان عبد الكريم الشعار. من فترة. كتير زمان. برنامج بعنوان أهل الطرب. نعم. كيف لقيتي حالك بتقديم البرامج؟ بصراحة. ليك عم تسألني كيف لقيتي حالك بتقديم البرامج؟ شو جاي عم تعملي عنا بتقدم البرامج؟ لا. بصراحة لأنه بعرفك أنت بتجرد. عمل شاق جدا. جدا عمل شاق. يعني أنا كنت أقول كيف يعني إذا عم نحكي تقديم شيء له معنى، مش إنه بلا طعم حكي بلا طعم. كنا في عم نحكي عن تاريخ فنانين وتحفظ يعني معلومات، مش بعيد عن المجال اللي أنت فيه، سيناريو طويل عريض ومعلومات، وكان حتى يعني كان التصوير هو كان متعب. هو العمل مع الوالد؟ نعم أكيد. يعني كان في هيك علاقة بنت وبيا، وبنستضيف ناس بالبيت وبنحكي عن أم كلثوم، عن زكي نصيف، بنحكي عن آلة معينة، عن مقام معين. فكان عمل متعب جدا، نصور حلقتين بالنهار. كان ممتع بمحل، بس رح ترجعوا بموسم جديد؟ المفروض رجعين بإذن الله. يعني في بعد تعب أكيد، لأنه بتعرفي أنت أرشيف الموسيقى العربية ما بيخلص. خلينا نشوف كمان مشهد لإلك وبنرجع. يلا. هاي طبقتك علاوي ابني كبار. وبصف الاول صار. شنطاه اول درس. شنطوه اول درس. شنطوه. شنطاه. شنطاه. طب يلا حبيبي روح افتح الباب. يا حبيبي تقبرني انت. حبيبي يلا روح افتح الباب. الله يوفقك. عيب عليكي انت. بدقلك. بدي اخذ حقه ومنك. اهلا وسهلا. بالعربي مقدمة البرامج ما بتقرفي صيف. شو بعمل؟ بس تقلك نعمل هيك. سوري انا بعفوية اكيد وبتواضع. كل الحب والسلام. أمتى بترجع بتكمل الأوبرا ووين؟ المفروض هلأ بعد شي تقريباً شهرين. ذكرت شغلي. كنت وصلتي للحبس أنت وقاعدة بفرنسا شهرين ونص. شو صار؟ قصة طويلة. خبريني أنا والمشاهدين سريعاً. معنا وقت؟ كنا معزومين على عشاء عند مخرج الأوبرا، وقلت له وين العنوان؟ قال لي قريب، بدك خمس دقائق من عنواني يعني. طبعا حملت هالبيسيكلات، عملت الطبوله وعملت الاكلات وحطيتهم بهالشنطه، ظبطت شكلي ومنظري وعلى اساس رايحه عشاء ومرتبه وكذا. على هالجوجل حطيت العنوان انه انا رايحه باي بايك على البيسيكلات. كيف ما بسوق كذا لقيت حاجه صرت على الاوتوستراد.
قلت على الاوتوستراد اكسيت اول اكسيت باخده الا ما اوصل. لفي اكسيت ساعه وانا سوق على هالاوتوستراد سوق بسكلات ولا بلاقي لك الواحد من بعيد بيطفي لي وبيضوي لي شو الكلام؟ انه سكوت ضد القانون انا سوق لانه بعدين وقت ما عاد لقيت الاكسيت ما عاد اوصل رجعت خلفاني يعني على الاوتوستراد عم سوق بالبسكلات وعكس السير كان تمام طلعت بهالسياره معه وبهالبسكلات ما في مقعد ما في شو عم هدي بهالسياره هيك رجع وصلوكي هلا استفدتي قال لي ضيقه بشوي طلف تلفن بالمركز الشرطه قال لهم تك 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 بدي شو هو انا اجيته الجوجل انه انا حاطتها على البسكلات قال لي خلص خلص رح سامحك هالمره بس غيري كان حطك اليوم بالحبس فبصوصوا الطابولات منظورين واعطيه شوي طابوله كنت كان مبسط ما بيستاهل لا الحمد لله على السلامه رنين نحن كثير انبسطنا بالحديث معك وانبسطنا كثير بصوتك ومبروك هالعمل الاكثر من ضخم لما بنشوف اعمال من هالنوع بنطمن وبنقول الحمد لله الفنان اللبناني الاصيل بعد بألف خير اهلا وسهلا فيك حبيبتي رولا ميرسي كثير هيدي كانت حلقتنا مشاهدينا من ام تي في لايف بكره الصبح فريق لايف رح يكون على الموعد بتامل انتم كمان ترافقونا بتمنى لكم ويكند ممتع وينعاد على الجميع عيد انتقال السيدة العذراء للسماء باي باي